بس طبعا هو العربي اريح كتير، ولو ان الواحد برضه بيستراجل في العربي، يعني هو ما بيعرفش يتكلم عربي زي ما بيعرفش يتكلم انجليزي، بس العربي الواحد ما بيفكرش فيه قوي، فبيبقى اريح لما الواحد بيفكر يعني بصوت عالي. طيب احنا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على الديفيوجن ويتد سيكونس بناء على طلب الدكتور محمد، وهو بصراحه طلب يعني طلب ملح، يعني موضوع مهم يعني، وانا كنت مكسر فيه شويه، فجه الوقت بقى، جه الوقت اللي لازم يعني الواحد لازم يتكلم عليه مره ولو مره كده ولا حاجه. وبعدين هو بصراحه الكلام في الفيزيكس ما هوش لطيف، ما هوش كلام سهل يعني، فاحيانا بيبقى الواحد بيتحاشاه لاسباب كتير، اهمها ان الواحد برضه ما بيبقاش فاهمه قوي يعني، ما هو الواحد يعني ما يدعيش انه يعني احسن حاجه في الدنيا، بس هو فاحنا ما احناش مهتمين قوي بالفيزيكس، او احناش معنيين، مش قضيتنا الكبيره الفيزيكس. الفيزيكس قد تعني زمايلنا، اكيد تعني زمايلنا الراديولوجيست بشكل كبير، لان جزء كبير من الفنيات شغله معتمد عليها يعني. فاحنا بالنسبه لنا مش الفيزيكس بالنسبه لنا قضيه صعبه مش مضطرين ليها يعني. فانا برضو هحاول اتجنبها من باب التبسيط ومشروع التبسيط يعني. انا في دقائق بسيطه كده هنتكلم شويه على الديفيوجن، على الحاجات اللي احنا التيرمز الكتيره المستخدمه في الديفيوجن يعني، قبل ما نبتدي نتكلم على الاكسترا اكسل سيست اللي هم، والنهارده هنتكلم على الثري مين سيست اللي هم المشهورين يعني بحسب التكرار، هم اكثرهم حدوثا يعني واكثرهم في الديفرنشال، اللي هم الاركنويد سيست والابيديرمويد سيست والدرمويد سيست. في غيرهم كتير كتير، وفي حاجات بينهم برضو حاجات ديفلوبمنتال او كونجنتال، بس دول يعني دول الاشياء، ودول اللي هو ايه البيسكس السرفايفل كيت بتاعت ان انت تبقى فاهمهم، محتاج ان انت تبقى عارفهم كويس وفاهمهم كويس وعارف اساسيات التفرقه ما بينهم يعني. ويجي بعد كده ان شاء الله في العادات اللي جايه يعني نتكلم على اللي فاضل منهم يعني، او الحاجات اللي باقيه منهم. الاول الـ نتكلم على ديفيوجن بقى دلوقتي. ثواني انا اسف بس هنبتدي اللايف، اتوقع اللايف ابتدى يبقى مظبوط دلوقتي. طيب الاول الفاليو او البرنسبل عامه بتاع الرنين بتاع الام ار اي. الام ار اي بمنتهى البساطه بيدينا معلومتين اساسيتين عن التشوز، وهي المعلومه ديت اللي هي بتاعت التي 1 ويتنج والتي 2 ويتنج، واي حاجه ثانيه فضلت خيرهم يعني. هو ده الاساسي، وبشكل اساسي الام ار اي بيدي معلومتين دول. او نشيل بقى الكلام الانجليزي، هو ما بالعربي يعني ايه بالبلدي كده بالسهل يعني، بالكلام السهل يعني ايه تي 1 ويتنج يعني ايه تي 2 ويتنج. هما في خاصيتين الرنين ممكن يعني الرنين ممكن يديهم لنا. اول حاجه التيشو بروبرتي بتاعت او البروتون، البريزنس بتاع البروتونز نفسها، اللي هو في تيشوز ولا ما فيش. كويس يعني بمنتهى البساطه يعني، هو البروتون مش هي مش البروتون دنسيتي بس، هو البريزنس نفسه، مجرد وجود البروتونز اللي موجوده جوه البرين تيشو او جوه اي تيشو بيتعمل له اكوزيشن يعني بالرنين، هو وجود التيشو نفسه دي معلومه رقم واحد، ودي اللي هو التي 1 ويت. فعشان كده التي 1 ويتنج دايما نقعد نقول ان التي 1 احسن حاجه تعرف تشوف بيها الاناتومي، التي 1 احسن حاجه لانه بيرفلكت الاكتوال سايز والاكتوال دنسيتي بتاعت كل تيشو. فكل ما التيشو يبقى الدنسيتي بتاعته اعلى، كل ما الويتنج بتاعه في التي 1 يبقى اعلى. واحيانا كانوا زمان بيسموه اللاتكس تايم، اللاتكس تايم اللي هو يعني ان هو البرنسبل الاساسي او الخاصيه الاساسيه او الحاجه الاساسيه اللي انت بتاخدها من الرنين، تاخد فيه تيشو ولا ما فيش تيشو. فلو تخيلناه يعني هو التي 1 بالنسبه مثلا، لو تخيلنا ان المخ ده زي الاتوبيس اللي على الشمال ده، فهيبقى عدد الركاب التي 1 بيقول لك هو فيه ركاب ولا لا وعددهم قد ايه. ده التي 1 ويت. فالتي 1 اساس بشوف بيه ايه، بشوف بيه التيشو كويس، بشوف الاوتلاين بتاعه كويس، وشوف بيه الويتنج بشكل كويس. الخاصيه الثانيه اللي احنا ممكن نستخدم جهاز الرنين عشان نعملها هي قابليه التيشوز انها تبقى ماجنت، يعني زي ما كنا زمان بنحط المغناطيس على الحديده فتبقى ماجنت لفتره بسيطه. هو كذلك الرنين بيعمل كده في التيشوز،
مش بالضروره دي تبقى يعني كنا طبعا على اللي هي الدو ات يور سيلف اكسبيرمنتس، يعني اللي هي اللي بنعملها في البيت دي، اللي هي ممكن تبقى حاجه في حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش. الورقه ما تنفعش تبقى مغناطيس، انما الحديد يبقى مغناطيس. دي المعلومه اللي ما قالوها ما قالوها لناش واحنا صغيرين. هو كل حاجه في الدنيا ينفع تبقى مغناطيس بس with different intensities، فهي بتبقى حاجات بنسبه بسيطه جدا لدرجه انها ما ينفعش تجذب حاجه ليها كده، زي ما كان الحديد بيجذب البرادة الحديد او البنز او الكلام ده لما كنا بنعملها بنمغنطه يعني. فهو كل التيشوز اللي في الدنيا، كل اي حاجه في الدنيا هي ممكن تبقى ماجنت بديفرنت يعني بفيري فيري مينيمال سكيل. هو قابليه التيشوز دي انها تبقى مغناطيس هو بيعرف يقيسها، يعني كل حاجه في الدنيا ممكن تبقى ماجنت لفتره صغيره جدا وبعدين ترجع تاني لطبيعتها، بتلوز الماجنتايزيشن بتاعتها. ده بقى بيفرق من تيشو للتاني. فلما بي 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 لما بيفرق من تيشو للتاني، يعني انت مثلا لو عملت ماجنت، لو عملت الحديده ماجنت هتفضل لك مثلا دقيقه دقيقتين وممكن ترجع بعد كده طبيعيه. لو عملت الورقه ماجنت هتفقد الماجنتايزيشن بتاعها، ده هيفقد في خلال ثانيه فانت ما تحسش انها ماجنت. فكذلك هو ده برضو اللي بيحصل في البرين تيشو. تلاقي الوايت ماتر خدت ماجنتايزيشن لفتره معينه اقصر شويه من الماجنتايزيشن بتاع جراي ماتر، اقصر يعني شويه من مختلفه شويه عن البون، مختلفه عن السي اس اف. فالجهاز بتاع الرنين او الاستقبال بتاع السيجنال بقى لما يقعد شويه وقت صغيرين، ايه دي البرنسبل او دي الفكره يعني بتاعت التي 2 ويتنج، انه يستنى على الاكوزيشن شويه وقت. فبعد شويه وقت التيشوز هتفرق عن بعضها في قد ايه هي ماجنت، يعني ففي تيشوز مسكت نفسها شويه وفي تيشوز ما مسكتش نفسها شويه وفي تيشوز في الوسط ما بينهم، فكل واحده في دول بتطلع سيجنال بطريقه مختلفه، ففي الاخر تقدر تبيلد اب الصوره النهائيه بتاعت التي 2 ويتنج. هو انا اصريت اقول الكلمتين دول ليه؟ اولا من باب هو من باب يعني التذكره، هم كلام رخم وده مثير يعني، بس هو من باب التذكره ده رقم واحد. رقم اثنين ان ده بيرفلكت ان التي 2 بيحتاج شويه وقت عشان تعرف تعمل له اكوزيشن. دايما كنا بنتلخبط، وما زلت انا شخصيا حتى الان يعني بقعد اتلخبط برضه في اللي هم الارقام بتاعت التي 1 والتي 2 اللي هو التايم اوف ريبيتيشن والتايم تو ايكو والكلام ده. الكلام ده احيانا كتير بيلخبط، بس هو في التايم اللي هو تايم تو ايكو. الايكو ده اللي هو انه يستقبل السيجنال يعني. فالتي اي التي اي ده لازم يبقى طويل في التي 2 عشان يسيب وقت شويه، ان هو دي عشان بيرفلكت انه بيسيب بيبعت الامبلس وبيستنى عليها شويتين لحد ما التيشوز تبتدي تختلف في الماجنتايزيشن بتاعتها وبعدين يقوم مستقبل السيجنال. ده البرنسبل بتاع التي اي بتاع التي 2 اللي هو انه يكون التايم تو ايكو واسعه شويه. فالتي 2 اكوزيشن بياخد شويه وقت. دي النقطه رقم واحد. جم في الستينات جم ناس افتكسوا افتكاسه ان هم ممكن في خلال الفتره بتاعت التايم تو ايكو دي يدخل عليها موديفيكيشن في الفتره اللي هي الفتره بتاعه الاكوزيشن بتاعت التي 2، دخلوا عليها اكوزيشن تاني او دخلوا عليها بالسز تانيه ليها علاقه اللي هي بتاعت الجريدينت بالس. مش مهم تفاصيلها ديت، مش ضروري تفاصيلها خالص الفتره في المرحله دي بالنسبه لنا يعني، بس هو قدر يدخل البلس اللي في الوسط ديت، قدر يدخل البلس دي بحيث انه يرفلكت حركه الميه في التي 2، وبعدين يقوم عامل اكوزيشن للتي 2 سيكونس في الاخر للتي 2 بلس في الاخر اللي هو التي اي، يقوم عامل اكوزيشن للبلس في الاخر. وده الديفيوجن، هو ده بمنتهى البساطه هو ده الديفيوجن. هو الديفيوجن تعديل على التي 2 يعني، هو دخله تعديل صغير في المرحله في التايم سبيس اللي هو بتاع التي 2، لان التي 2 زي ما اتفقنا ان هو واخد شويه وقت عشان قبل ما يبتدي يستقبل السيجنال بتاعته، قبل ما يبتدي اكواير التي 2 سيجنال يعني يبعت بلس ويستنى عليها شويتين عشان يبتدي اكواير التي 2. ففي الوقت دوت في المرحله اللي في الوسط ديت دخلوا بلس ثانيه تقدر تديتكت الموشن بتاعت الووتر مولكيولز، وبعدين يقوم عامل الاكوزيشن بتاع التي 2. هو دي فكره الديفيوجن على قد ما اقدر بسطها يعني.
يعني الفيزيكس من غير تفاصيل ده حصل ازاي على مستوى، يعني انها كانت سبين ايكو ولا جريدينت ولا الكلام ده، مش ضروري، ما يلزمناش خالص. بس اللي نطلع بيه من القصه دي حاجتين، ان هو ان الديفيوجن اساسه اصلا هو تي 2، والنقطه الثانيه انه مستغل التايم سبيس اللي موجود في التي 2. كل ما بتزود في التايم تو ايكو ده على فكره، كل ما بتزود فيه كل ما البلرنج في الصوره يزيد. فانت برضه متخيل ان انت اخرت الاستقبال السيجنال اللي انت بعتها في الرنين، لما كل ما تاخرها شويه كل ما بيحصل بليرنج في الصوره، فده بيخلي فيه ارتفاكتس كتير. فالصوره اللي بتطلع من الديفيوجن باي ديفينيشن الديتيلز بتاعتها مهما كان الجهاز قوي، الديتيلز بتاعتها بتبقى انفيريور على التي 2 سيجنال وعلى الفلير سيجنال، او على سيكون زي الفلير وزي التي 1. هتلاقي دايما الديفيوجن اقلهم في التفاصيل. ليه؟ لان خد وقت كتير في انه يتعمل، فبتطلع تفاصيل قليله. كذلك الديفيوجن من السيكونسز اللي الموشن ارتفاكت فيها رخم جدا، يعني الموشن ارتفاكت يلخبط لك الدنيا خالص ويخلي السيكونس ملوش لازمه. ده برضو بيحصل على المستوى، يعني على في الديفيوجن، ديفيوجن مشاكله مع الارتفاكتس اعلى من مشاكل السيكونسز. ده اول الكلام يعني. دلوقتي لما اللي هي السيكونس، لو زي ما اتفقنا احنا في بلس اتعملت في الوسط كده، في وسط التي 2 هي اللي عملت الاكوزيشن بتاعت الـ الـ بتاعت الـ اللي هي بتاعت الديفيوجن. هي اسمها جريديانت بلس، يعني اللي حصل البلس اللي بعتت اسمها جريديانت بلس. الجريديانت بلس ديت لقوا ان انت لما بتعملها في اتجاه معين، يعني كل ما بتعمل، يعني انت هي كده كده ليها دايركشن. فهي لو عملها مثلا دايركشن على الاكس اكسس غير لما يعملها على الواي اكسس، غير لما يعملها على الزد اكسس او الزي اكسس، السيجنال بتاعت الديفيوجن بتبقى احسن في الـ بتبقى او بتبقى اقل، تبقى هاي، يعني مو هتلاقيها مور هايبو انتنس في الدايركشن بتاع الجريدينت، بتاع الجريدينت بلس اللي اتبعتت. يعني دي حاجه في تفصيله الجهاز. هو على فكره الكلام ده مش ضروري قوي تبقى فاهمه 100%، بس انا بقوله لسبب، يعني ببيلد اب كل الكلام ده لسبب، يعني كل حاجه ليها يعني، بس سبب ان مش مهم تبقى فاهم كل التفاصيل دي كلها، ولو وقعت مني في السكه ما تتوترش يعني. فدلوقتي دول ثلاثه ديفيوجن، دول ثلاثة ديفيوجن ايمجز. ده اتبعت فيه اللي هو اول واحد على الشمال، اتعمل فيه الجريديانت بلس ديت اللي اتبعتت في الاكس دايركشن، يعني يمين شمال، كويس، اللي هي الاتجاه بتاعها كده. فلو تاخد بالك المنطقة اللي الفايبرز فيها ماشية يمين شمال حصل فيها هايبو انتنسيتي، كويس، ومقارنة بغيرها دي ما هياش مشكلة في التيشو دوت، ده النورمال تيشو. بس هو ان البلس اللي اتبعتت في الاتجاه دوت، فالفايبرز اللي ماشيه في الاتجاه ده بتلاقيها مور هايبو انتنس مقارنه ببقيه التيشوز بتاعت البرين. يعني مثلا هنا ده البيراميدال هنا سيكون البلس بتاعته عاليه شويه، هنا ديت كان لوزر فايبرز واضح فماشيه يمين شمال، فبقتها مور هايبو انتنس. طيب الواي اللي هو انتيرو بوستيرو، تلاقي الفايبرز اللي هي ماشيه من قدام ماشيه في الاتجاه بتاع الواي اكسس، تبص تلاقي مور هايبو انتنس، وبقيه الفايبرز اللي هي ماشيه بريبنديكولار بقت هايبر انتنس ريلاتيفلي هايبر انتنس، وحتى كلوز الفايبرز بتاعت الفورسبس ميجور رجعت بقت هايبر انتنس. وبرده ده بتاع الزد اكسس ده بتاع السوبيريور انفير، على الاقل في دوت يعني. فالمهم يعني، فدلوقتي تلاقي البيراميدال فايبرز بقت هي اسودت كويس، وبقيه الفايبرز واخده لون طبيعي. فخلصوا من ذلك الى ايه بقى؟ قال لك يا سيدي احنا هنعمل الديفيوجن جريدينت ده، او الجريدينت البلس اللي احنا بنعملها دي، هنعملها في الثلاثه دايركشنز ونحط الثلاث صور على بعض بطريقه ماثيماتيكال. يعني بعد ما بيعمل الاكوزيشن، يعني بيعمل الاكوزيشن بتاع الديفيوجن بتاع كل فحص بيعمله، كل فحص انت بتشوفه على الاقل خالص معمول على الثلاثه دايركشنز، يبعت جريدينت بلس في الاتجاه ده ويسجل، في الاتجاه ده ويسجل، وفي الاتجاه ده ويسجل، ويحط ثلاث صور على بعض. ليه؟ عشان يتفادى فرص
الارتفاكتس اللي ممكن تبقى موجوده في حاجه زي كده. كويس. دول المينيمم بتاع الديفيوجن، انه يكون انه بعت السيكونس دي 3 مرات، انه يكون كل اللي بعت البلس او الجريدينت بلس دي بعتها في 3 اتجاهات. الديفيوجن تنسور ايمجنج اللي هي الحاجه الادفانس دي بقى، بتاعت اللي هي اللي بتشوف التراكتس والكلام ده، بيعملها في مالتيبل بلينز، في بلينز كتيره جدا، فبيعرف ياخد ديتيلز احسن. ويقوم حاطط الكالكوليشن بتاعته، ويقوم حاطط كل عامل اوفرلاي للفاليوز بتاعت الكذا اكوزيشن دوت فوق بعضه، ويطلع لك في الاخر دي اللي هي صوره الديفيوجن، الديفيوجن ويتنج بتاع التي 2، اللي هو اصلا زي ما اتفقنا ان هو كان اصلا تي 2، الديفيوجن ويتنج بتاعه وصل لحبتين. دي الفكره الاساسيه بتاعت الديفيوجن ويتد ايمجنج. يعني ديفيوجن تلخيصا، وعشان برضو يعني الكلام ده انا عارف انه مش سهل، او يعني ده يعني الواحد يسمعه او يقراه او يعرف تفاصيله احيانا بيتلخبط وما بيبقاش سهل قوي، بس خلينا نتفق مبدئيا، نعيد الكام دقيقه اللي فاتوا دول في جملتين صغيرين. الرنين بيوصف حاجتين، الرنين بيوصف وجود التشو من عدمه، اللي هو البريزنس بتاع البروتونز اللي هو ده التي 1، وقابليه البروتونز دي في التشو، قابليه التشوز المختلفه انها تبقى ماجنت for a certain amount of time اللي هي الـ T2، وعشان تستنى certain amount of time وتاكواير باك، ده اللي هي بتاعت بتاع اللي هي الفكره اللي مبني عليها الـ T2 waiting. بتاخد شويه وقت، شويه وقت دول دخلوا عليه sequences ثانيه، او دخلوا عليه pulse ثانيه اللي هي gradient pulse، يعرف بيها الموشن بتاعت الووتر مولكيولز اللي جوه التشوز ديت. ودي فكره الديفيوجن ويتد ايمجنج. فالديفيوجن ويتد خارج من رحم بالبلدي كده، خارج من رحم التي 2 سيكونس. احنا خدنا دلوقتي عرفنا الفاليوز اللي هو في الوسط، عمل يعني ما بين البلس دي والبلس دي، عمل الجريدينت بلسز بتاعته ما بين اللي هي في وسط التي 2 ده، وراح عمل خد الجريدينت بلسز ديت، ودي بالنسبه له فاليوز، عملها في كذا كذا دايركشن، عملها في كذا دايركشن عشان يتاكد ان ما فيش ارتفاكتس، او ما فيش ان الفاليوز اللي جايه ديت فاليوز حقيقيه ما لهاش علاقه بالدايركشناليتي بتاعت البلس اللي بعتها، ويطلعها في الاخر في صوره، وتبقى ديت صوره الديفيوجن. الفاليوز دي كويس لو واخدين بالكم، الديفيوجن برضو دي نقطه نطلع نستنتج بيها من الكلام المكلكع كتير اللي قلته دوت، ان الديفيوجن دي صوره ريكونستراكتد وليها فاليوز، والفاليوز ديت تتلعب فيها ماثيماتيكال بطريقه او باخرى، وليها معادله كده مشهوره، يعني مش لا جايبها ولا جايب سيرتها ولا فيها ولا هجيب اي ناحيه خالص، بس في فاليوز معينه اللي هي اللي احنا اتخذت من الاكس والواي والزد اللي هم بتوع الثلاث صور اللي فاتوا دول، الفاليوز دي في الاخر تترجم لرقم، الرقم ده بيضرب يعني بيبقى ليه بيتحط في فاكتور، يعني انت عايز تخلي الصوره اللي طالعه ديت ويتد من الديفيوجن بكام في الميه بالبلدي، يعني بنسبه كام في الميه، يعني في الاخر بعد ما انا عملت التفاصيل دي كلها، انا عايز اشوف الصوره اللي قدامي دي ديفيوجن ويتد، يعني فيها نسبه، فيها فاليو قد ايه من الديفيوجن امبلس اللي انا خدتها بنسبه كام في الميه. فهي في الاخر الصوره اللي طالعه لي بتبقى فاليو معينه او برسنتج معينه من الديفيوجن ايمج اللي انا خدتها. لو انا عملت استخدمت اكبر كاباسيتي في الديفيوجن، خدت الامبلسز دي كلها، هتجي لي صوره هايلي ديفيوجن ويتد بتعكس حركه الميه بدقه شديده جدا، بس هتلاقي الصوره دي بليرد جدا، وتفاصيل الاناتومي فيها سيئه. كويس. دي اللي هي هايلي ويتد فور ديفيوجن. لو انا كل ما اقلل الدرجه بالنسبه بتاعت الديفيوجن ديت، هاخد بيتر اناتومي بس على حساب سنسيتيفيتي فور ديفيوجن ريستريكشن او ديفيوجن فاسيليتيشن. يعني انا كل ما هسحب شويه من الويتنج بتاع الصوره، ديفيوجن ويتنج بتاع الصوره، هلاقي الديتيلز بتاعتها بقت احسن شويه، وبقيت عارف اشوف الاوتلاين بنسبه معقوله، في نفس الوقت خدت ديفيوجن ويتنج في الصوره من غير ما يكون في كومبرومايز، لا على مستوى شكل الصوره ولا على مستوى السنسيتيفيتي بتاعت الديفيوجن ابنورماليتي. يعني
الويتنج دوت، الويتنج ده في المعادله كان اسمه البي فاليو، هو دي البي 0 والبي 1000 والبي 3000 والكلام دوت. النسبه كام في الميه بالبلدي هي مش مكتوبه بكام في الميه، بس اسمها بي فاليو. البي فاليو دي جزء من المعادله في المعادله بتاعت الديفيوجن اللي بتطلع لك الصوره النهائيه. البي ديت لما تبقى بي 0 يعني تقريبا الصوره ما فيهاش ديفيوجن خالص، اللي هي بالنسبه لنا في بالنسبه للصوره ديت هي الصوره اللي على الشمال اللي هي ديت، معلش عفوا ده بالاخضر كويس، الصوره دي الصور اللي هي الكام صور اللي هم اول كولوم على الشمال، اول كولوم على الشمال هو تي 2 سيكونس عادي، مختلف شويه عن تي 2 سيكونس الثاني لاسباب تكنيكال بلاش نتكلم فيها، بس مش بس في الاخر هي صوره تي 2 دي البي 0 كويس، يعني دي ما حصلش ويتنج للصوره من زي ما اتفقنا، لان الديفيوجن ما هواش اكوزيشن حقيقي، ده هو اكوزيشن عليه ماثيماتيكال مانيبيوليشن كده بشكل او باخر يعني. ففي الاخر لو انا خليت الفاليوز بتاعت الديفيوجن دي خليتها زيرو ما اعتمدتهاش خالص في الصوره، فهتطلع الصوره دي، هتطلع الصوره اللي هي اللي على الشمال. لو انا اعتمدت الموست كومن فاليو اللي بتستخدم في كلينيكال براكتس اسمها بي 1000 كويس، هتطلع لك صوره ديفيوجن العاديه خالص كويس. معظم الديفيوجن اللي احنا بنستخدمه في كلينيكال براكتس بي 1000 ويتد ديفيوجن ويتد ايمج معظمه، ممكن لاسباب تتعلق بالمركز، تتعلق بالفنيات الشغل في اسم الاشعه، ممكن يبتدي يدي اكتر من فاليو، ممكن يدي ديفيوجن ويتد ب 500 وديفيوجن ويتد ب 0 وديفيوجن ويتد ب 1000 او يدي باكتر من 1000 وتبقى عندك كذا صوره موجوده قدامك. بس في الاخر البي فاليو دي من الاخر هي ايه؟ هي نسبه الويتنج في الصوره بتاعت التي 2 اللي هي اصلا اللي هي اساس الديفيوجن. الويتنج بتاع الديفيوجن البي فاليو هي نسبه الديفيوجن في الاكوزيشن بتاع التي 2 كويس. وبعدين لان هي اصلا برضو ماثيماتيكال، فراحوا قالوا طب يا جماعه احنا ممكن ناخد الصوره ديت الفاليوز بتاعت الصوره بتاعت نغير اللون، الفاليوز اللي احنا خدناها شكل الصوره بالبلدي كده كل فوكسل لوحدها يعني، شكل الصوره اللي احنا خدناها من الديفيوجن بتاع الالف ده ونقسمه، نطرح منه او نشيل منه الكونتريبيوشن بتاع البي 0 بتاع اللي انا الفاليوز اللي موجوده عندي في البي 0 كويس، فاقسم الاثنين على بعض، اطرح الاثنين على بعض يديني حاجه اسمها apparent diffusion coefficient. ده معناه ايه بالبلدي كده من غير الكلمات كتير، ده من غير الكلام كتير معناه ان الاي دي سي ده صوره ريكونستراكتد، ما هياش صوره حقيقيه، صوره الكمبيوتر عملها من الديفيوجن مطروح منه ال T2 ويتنج اللي موجود في الصوره كويس. ليه محتاجين نعملها ماثيماتيكال؟ لان ما ينفعش اجيب صوره، ما ينفعش اعمل ديفيوجن اكوزيشن من غير ما يكون عامل تي 2 ويتنج. فالاي دي سي ماب هي الديفيوجن، فيلم الديفيوجن او الصوره اللي انا خدتها النهائيه في الديفيوجن مطروحا منها بشكل يعني رياضي، مطروحا منها ال تي 2 الاساسي الويتنج اللي موجود في الديفيوجن. ليه ده احنا محتاجين نعمله؟ لان احيانا تبقى الصوره فيها فاليوز ليها علاقه بالتي 2 تبقى السيجنال عاليه قوي، فتبقى عاليه لدرجه انها تبان حتى مع في فيلم، حتى في فيلم الديفيوجن، فانا محتاج اشيلها من حساب، يعني اشيل القصه دي من حساباتي عشان اتاكد اذا كان اصلا في باثولوجي ولا هي تي 2 شاين ثرو ارتيفاكت. يعني ايه شاين ثرو ارتيفاكت؟ يعني هي الصوره البرين في حته تي 2 هايبر انتنس عاليه قوي 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 لدرجه انها اتعكست في فيلم الديفيوجن، وانا عايز اتاكد انها مش الشاين ثرو، مش انها تي اللي هي سيجنال شايند ثرو ذا ديفيوجن ويتد، فبشيل الفاليو اللي هي طالعه لي اصلا من التي 2 الاساسيه من الصوره بتاعت الديفيوجن، فلاقي في الاخر ان الاي دي سي ما طلعش فيه تغيير. لما تلاقي الاي دي سي حصل فيه تغيير
يبقى غالبا اللي حصل، التغير اللي حصل ده ليه علاقه بحاجه ليها علاقه بديفيوجن، فتلاقي ان ده ترو ديفيوجن ريستريكشن. لما تشوف الاي دي سي ماب، لما تلاقي عندك فيه صوره في الديفيوجن فيها هايبر انتنسيتي، في حته فيها هايبر انتنسيتي وما لقيتش ليها كورسبوندنس في الاي دي سي ماب، تقول لا ده تي 2 شاين ثرو ارتفاكت. فدي كلمه تي 2 شاين ثرو ارتفاكت. ده مثال للايه، ده ال T2 waiting العادي خالص كويس. وبعدين ده ال B1000 كويس، وده B3000. فالتفاصيل ابتدت تختفي، وابتدى يبقى فيه يعني بليرنج للصوره، وابتدى يبقى فيه بعض السيجنلز اللي ممكن توصل لك، يعني سنسيتيف لدرجه انه ممكن يطلع لك حاجات نورمال زي البيراميدال تراكت كده، ممكن يبان لك شويه نسبيا هايبر انتنس مقارنه بغيره. يعني ممكن تحتاج دوت في بعض الاوقات وممكن لا، فانت بتبقى على حسب الاحتياج. بس عامه بالنسبه لنا الكلينيكال براكتس بتاعنا هو بي 1000. طب انا دلوقتي لقيت هايبر انتنسيتي موجوده في البي 1000 او الديفيوجن العادي اللي قدامي، فحص الاشعه لازم يوفر لك حاجه من اتنين، يا هيوفر لك الاي دي سي ماب يا هيوفر لك البي زيرو كويس. لو وفر لك الاي دي سي ماب كتر خير الدنيا، خلاص احنا عارفين الحركه ديت تبقى هايبو انتنس في الاي دي سي ماب، هايبر انتنس في الديفيوجن، يبقى دي بتاع ديفيوجن ريستريكشن. ما وفرلكش الاي دي سي ماب في بعض الاماكن، يعني انا على الاقل يعني فعلا في ناس ما بتطلعش الاي دي سي ماب، وفي وطلع جنبها البي زيرو. فانا دلوقتي لقيت حته هايبر انتنس في البي 1000، فهروح ابص عليها في البي زيرو وهلاقيها هي شاين ثرو اصلا، اتاكد انها هل هي هايبر انتنس في البي زيرو ديت، فغالبا دي هتطلع شاين ثرو. لو لقيتها مكانها طبيعي في البي زيرو، لو ما لقيتش في هايبر انتنسيتي في البي زيرو، فده معناه ان ده ديفيوجن ريستريكشن اون جوينج مثلا، او مثلا حاجه زي ايرلي ستروك. ده نفس السيكونس اللي هو، او نفس المثال اللي كنا واخدينه من شويه، اللي هو الصوره اللي على الشمال والصوره اللي على اليمين، دي اي دي سي ماب معموله من بي 3000. المحصله ان كل ما بتزود البي فاليو، كل ما بتبقى عندك بوتنشال انك تلاقي حاجات هايبر انتنسيتيز وذاوت ترو باثولوجي يعني تيكينج بليس. انا كده خلصت الحته بتاعت الديفيوجن، وبعد كده هنبتدي في السيستم. ممكن مثلا دقيقه او دقيقتين كده ناخد وندي في، لو حد عنده سؤال قبل ما نكمل للمنطقه بتاعت الباثولوجي يعني اللي احنا بنتكلم عليها بقى في الجروب بتاعت السبراكنويد سبيس. ايه رايكم نكمل على طول او في اسئله؟ لو سمحت محمد، في أسئلة. اتفضل اتفضل يا دكتور محمد سعد، صح كده؟ صح. صح. انا اللي كنت اسال حضرتك، يعني كده البي 0 هو ده التي 2، ده اول البي 0، البي 0 تي 2 منيل بنيله. تي 2 وحشه، مش تي 2 الحلو. ماشي ليه تمام. بقى؟ هقول لك ليه، لدرجه لحاجه بسيطه. لما بحط الجريدينت بتاعت الديفيوجن ويتنج، فانا مليت التايم سبيس دي، مليتها بالبالسز ثانيه. لما بعمل تي 2 عاديه، مش التي 2 بتاعت، مش اللي هي، مش بعمل ديفيوجن، هو بيحط في وسطها بقى حاجه اسمها ريفوكسنج بالس عشان الصوره تطلع حلو. يعني هو ده اللي بيعمله في التي 2. يعني هو في وسط التي 2 هو مستني الاكوزيشن، مستني شويه وقت عشان ياخد السيجنال النهائيه، بس في وسط السيجنال النهائيه دي في طريقه فنيه ما كده بيعمل بيحط فيها ريفوكسنج بالس فيطلع تي 2 نظيف. هي بقى التي بي 0 دي تي 2، بس ما عملش عليها ريفوكسنج بالس فطلع شكلها وحش. تمام. طيب معلش سؤال تاني، لو يعني معنى كده ال T2 شاين ثرو، لازم يبقى الليجن باين في ال T2 بس مش باين في ال ADC، صح كده؟ صح تمام ماشي، شكرا تمام. جدا. الشاين ثرو يعني ايه؟ يعني هي منوره قوي فضربت في الديفيوجن. هي ليه ضربت في الديفيوجن؟ لان هو الديفيوجن اصلا تي 2 سيكونس، تي 2 سيكونس واتلعب فيه بطريقه معينه. يعني هي دي تمام الفكره يعني. تمام ماشي. لما تقول طب دكتور محمد، كان عندي سؤال، يعني هل مثلا نقدر نقول ان يعني الديفيوجن ده عبارة عن
فيلم مثلا وداخل عليه تي 2، لكن الاي دي سي ده نفس الفيلم بس داخل عليه النيجاتيف بتاع تي 2. نفس الفيلم بس ايه، بس دخل عليه النيجاتيف بتاع تي 2 يعني. ممكن لو اعتبرنا، يعني لو اعتبرنا ان ال تي 2 هو الدسم بتاع الديفيوجن، فالاي دي سي منزوع الدسم بس، يعني لو فاهم قصدي. هو تي 2 ويتنج، في ويتنج ليه علاقه بان السيكونس طالع من قلب التي 2، والاي دي سي طريقه لمحو تاثير التي 2 على صوره الديفيوجن. تمام. دكتور محمد معلش عندي سؤال، هو كده الشاين ثرو تي 2 ده يعتبر ارتفاكت، يعني ما ينفعش ادور عليه غير ان هو ارتفاكت، ما لهوش في ليجن معين؟ المفروض كده. بس في ليجن، هقول لك حاجه، هو في ليجن يعني الايرلي ستروك كويس، اللي هو لسه السيجنال ما اتغيرتش في التي 2 او في الفلير، هو ما طلعتش كويس في الديفيوجن، هتلاقي فيه ديفيوجن ريستريكشن. تاني يوم لو صورت العيان هتلاقي فيه تي 2 سيجنال اصلا كويس، وهتلاقي برضو فيه ديفيوجن ريستريكشن كويس. هي فيها جزء شاين ثرو وفيها جزء ديفيوجن ريستريكشن، بس هما الاثنين موجودين كويس. اولد ستروك ما بقاش فيه ديفيوجن ريستريكشن، خلصت المنطقه اللي حصل فيها ديفيوجن ريستريكشن، حصل التيشو خلاص بقى نيكروتيك ايا كان، والمفروض ان بقى فيه هايبر انتنسيتي في منطقه الستروك، هتلاقي فيها هايبر انتنسيتي في الديفيوجن دي، ده تي 2 شاين ثرو ارتفاكت، هلاقي فيها هايبر انتنس في التي 2، هتلاقيها هايبر انتنس في التي 2 بس ده ايه اسمه تي 2 شاين ثرو ارتفاكت، ده في الكرونيك ستروك الاستابليش اللي هي خلصت بقى لها سنه سنتين، هتلاقيها هايبر انتنس في الفلير او في التي 2، هتعمل لها ديفيوجن هتلاقيها هايبر انتنس. ايوه هتلاقيها هايبر انتنس في الديفيوجن والاي دي سي ماب هتلاقيها، خلينا في الاول هتلاقيها هايبر انتنس في الديفيوجن. طيب هو الهايبر انتنسيتي اللي في الديفيوجن دي، هل عشان هي فيها هايبر انتنسيتي في التي 2 ولا عشان في ديفيوجن ريستريكشن؟ هتقوم طارحها هتقوم شايلها في الاي دي سي باستخدام الاي دي سي، لو لقيت الاي دي سي هايبر انتنس يبقى كده دي هي جايه من التي 2. بالظبط كده، هتبقى هايبر انتنس في الدي 2 وفي الاي دي سي ماب، صح؟ هتبقى شويه في الاي دي سي وفي الاي دي سي ماب، فتبقى دي اسمها شاين ثرو. طيب البلاك اوت بقى، التي 2 بلاك اوت؟ لا مش عارف، مقلوب الموضوع ده، يعني هايبو انتنس في الديفيوجن وهايبو انتنس في الاي دي سي، هتبقى هايبو انتنس في الديفيوجن وهايبو انتنس في الاي دي سي. بمعنى مثلا خلينا مثلا، انا ما اعرفش هل الصوره دي ممكن تبقى مناسبه لكده ولا لا، احيانا تبقى الصوره هيبقى الليجن هايبو انتنس في التي 2، فممكن هتلاقيه في الاي دي سي ماب، هتلاقيه واخد يعني هتلاقي، انا فاهم قصدك، بس يعني ده وضع مختلف، ده وضع مختلف غير الكلام على الستروك وعلى الريستريكتد ديفيوجنز عامه بتاعه الفلويدز والكلام ده. بس كلامك مظبوط، الصوره بس مش هتساعد شرحها يعني، بس مش مستاهله استفاضه فيها برضو عشان الناس ما تتلخبطش. طب في سؤال يا دكتور محمد، احيانا اللي قصده دكتور محمد برضو من غير ما الخبط، يا جماعه الهيماتوما مثلا او كده، هيماتوما او حاجه يا دكتور محمد؟ لا هقول لك حاجه، هو انت احيانا ممكن تلاقي انت بتدور على ان في هايبر برايت سيجنال في الديفيوجن وكورسبوندينج هايبو انتنسيتي في الاي دي سي، احيانا تلاقي هايبو انتنسيتي في الاي دي سي وما تلاقيش ليها كورسبوندنس برايت سيجنال في الديفيوجن كويس. احيانا ده برضو احد مشاكل ان البي 0 او التي او التي 2 ويتنج، مشكله من مشاكل التي 2 ويتنج اللي في الصوره برضو، بس دي ارتفاكشوال موست لايكلي، يعني ما بتبقاش ديفيوجن ابنورماليتي، دي بتبقى ارتفاكشوال. طيب دكتور محمد، امتى احكم على انه لو لقيت الهايبو انتنس ليجن يعني في الديفيوجن وهايبو انتنس في الاي دي سي ان دي ستوك او يعني انفاركشن؟ يعني ان دي انفاركشن، يعني هي معتمده على بارامترز كتير، بس هو كده ده انت كده بالنسبه لك السؤال اللي هيتجاوب عليه ان ده ديفيوجن ريستريكشن،
هل ده بيكورسبوند بقى من شكله ومن الاونست ومن الباترن بتاعه ومن الاذر سيكونسز، ان مثلا ومن التايم ومن الكلينيكال كونتكست طبعا، تفاصيل كتيره ديت. بس هو ديفيوجن هيجاوبك على ان ده ديفيوجن ريستريكشن او لا، يعني هو ده اللي دي المعلومه اللي هتتوفر، انما هتكونفيرم انها ستروك او لا. طبعا طبعا فيها اعتبارات اخرى، فيها تفاصيل اخرى يعني. بالذات كمان على فكره يعني البرايت هل ممكن لو، الاقي سيجنالز مقلوبة؟ لا اتفضل يا دكتور تاني يقول. لا لا حضرتك كمل. طيب بس بص يا جميل، هو في سيجنال في بدايه الستروك بالذات بتبقى يعني intensely bright في الديفيوجن ويت، بالذات اللي هي الفريش ستروك، اللي هي لسه يا دوب، اللي هي بتاعت النهارده، بتاعت العيان اللي لسه جاي له ستروك النهارده، دي بتبقى تشوكي وايت، فيري برايت، فيري برايت. فدي من الري اشورنج تمام. ساينز، ما بتبقاش هيتروجينس، بتبقى هوموجينس في المنطقه اللي فيها، اللي حاصل فيها الاسكيميا، بتبقى تقريبا كلها واخده نفس السيجنال. وبالمناسبه يعني اللي من باب برضو الحصوكه في العلم، سبب ده مش معروف، هو مش معروف، هو مش from a pathological point of view، ما بيحصلش، مش المفروض ان ده موجود يعني، ده مش corresponding ان حصل entrapment للميه في المنطقه ديت، ده مش حقيقي، ده مش matching لده خالص يعني. بس هو ده اللي حاصل يعني، ده observation متكرره وثابته وconsistent بالنسبه للسلوك يعني. دكتور تمام محمد، لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. هو الديفيوجن ريستريكشن بتاع الستروك ليه وقت معين ويختفي من الايمجينج، ولا بيبقى حاجة فاريبل يعني؟ هو ليه ستيجز. المرحلة اللي احنا بنشخص فيها الستروك دي، اللي هي بتاعت اول كانت تقترب من اسبوع، 5 ايام للاسبوع، اللي هي ان تبقى هايبر انتنس في الديفيوجن وهايبو انتنس في الاي دي سي، بغض النظر عن ابتدت تبان حاجه في التي 2 ويتد سيكونسز اللي هي تي 2 والفليك. ده الاولاني، ده اول مرحله. بعد كده بتبتدي تحصل حاجه اسمها سودو نورماليزيشن، ان تبتدي الاي دي سي سيجنال تختفي، الهايبو انتنسيتي بتاعت الاي دي سي سيجنال تبتدي تختفي واحده واحده، تبتدي ترجع وكانها تبقى نورمال، وكان الاي دي سي ده ابتدى يبقى ياخد شكل التيشو العادي. ده نتيجة ان التي 2 سيجنال اللي في التيشو ابتدت تزيد، مش الديفيوجن يعني. ابتدى الديفيوجن زي ما هو، في ديفيوجن ريستريكشن هو موجود لسه زي ما هو، بس اللي حصل ان التي 2 اللي هي الاساس بتاع صورة الديفيوجن ابتدت تبقى برايت اكتر، فابتدت تبلر السيجنال اكتر، او تخلي شكل الاي دي سي وكانه طبيعي. دي اسمها سودو نورماليزيشن. ودي عادة roughly يعني، ما هوش بشكل يعني accurate قوي، بس دي بترفلكت السبأكيوت ستيج. وبعد شوية لما تبقى الستروك دي كرونيك واستابلشت، عدى عليها بقى شهر اتنين تلاتة، تلاقي ال ADC map ابتدت تبقى هايبر انتنس. تمام. فده مرحلة، دي خلاص، دي facilitated diffusion، او ده مش restricted diffusion، ده هو T2 waiting على facilitated diffusion احيانا لما بيبقى فيه CSF signal كمان. فدي مرحلة الكرونيك ستروك. شكرا طيب دكتور. دكتور محمد، طيب واخبار الديفيوجن وقتها بيبقى ايه؟ يعني لما الاقي ADC هايبر انتنس، هتلاقي الديفيوجن هايبر انتنس artifactually، مش عشان في ديفيوجن ريستريكشن. فدي اسمها طيب شاين. هل تمام. طب هل ممكن الآية تتعكس، يعني يبقى الليجن هايبر انتنس في الاي دي سي وهايبو انتنس في الديفيوجن؟ بنشوفها دي ايه قصتها؟ او دي 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 دي, دي في هذه الحالة غالبا هي يا فاسيليتيتد ديفيوجن يا ارتفاكت، مش ريستريكتد ديفيوجن. فاسيليتيتد ديفيوجن معناه ان في فلو اعلى، يعني في فلو عالي مش فلو قليل. ده عادة ممكن السي اس اف يبقى شكل السي اس اف، لان لو واخد بالك الديفيوجن سي اس اف سيجنال، لو قارنت شكل السي اس اف في ديفيوجن هتلاقيه اسود، وفي الاي دي سي هتلاقيه ابيض. لما الليجن يحصل فيه ليكويفاكشن في الوسط، هتلاقي بقى سي اس اف فيلد، فتبص تلاقيه واخد نفس الباترن دوت. السي اس اف هايلي فاسيليتيتد ديفيوجن، يعني ايه؟ يعني المايه فيه بتسرح، يعني ما فيش ريستريكشن للووتر مولكيولز جوه السي اس اف، فبتبقى هايبو انتنس في الديفيوجن وبتبقى هايبر انتنس في الـ ADC. تمام، متشكر حضرتك.
طب دكتور محمد، في سؤال اخير معلش. اتفضل. بالنسبه يعني للفيلم ديفيوجن، اقدر اقول عليه هو الفيلم اللي بيعبر عن الفانكشن بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ يعني هو ده الموست اكوريت فيلم في التعبير عن الفانكشن بتاعه الصوديوم بوتاسيوم، ولا مش باقي شرط. لا الافلام؟ لا 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 مش شرط خالص خالص، ملهاش دعوه. لا، هو في علاقه، وعلاقه قويه، بين اتجاه حركه الووتر موليكيولز بشكل عام. على فكره ده ملوش دعوه ملوش دعوه بانها انترا سيلولر او اكسترا سيلولر، بشكل عام ما بين الديفيوجن وما بين اتجاه حركه الميه از ا برنسبل. مش بالضروره ده يبقى ماتشد 100%. احيانا لان هو مثلا السيجنال بتبقى ليها علاقه بالاكسون دايركشن، احيانا بيبقى ليها علاقه بالووتر كونتنت بتاعت التيشو. فيها، لا فيها، فيها بارامترز كتير. من المشاكل، او مش من المشاكل، من التحديات اللي بتبقى في الاغلب بتبقى فيها اوفر فيتنج، ان انت تماتش الباثولوجي بالايمجنج. مثلا في مثال مشهور قوي في الام اس، يجري حاليا في الام اس، اللي هو حاجه اسمها تي 2 ريم، ان يبقى فيه ريم اوف هايبو انتنسيتي حوالين الليجن بتاع الام اس، ويقول لك ان ده كرونيك اكتيف ليجن او سمولدرنج ليجن، ليجن يحترق ببطء، يعني عمال ياكل في مخ العيان. ده بيماتش التايب اوف كرونيك ليجنز، بيبقى حواليه مثلا ماكروفاج، بيبقى سراوندد، هايلي سراوندد باي ماكروفاج، والماكروفاج دي فيها هيمو سيدر ديبوزيشن، فيها ايرون ديبوزيشن عالي. فبيقول لك ده التي 2 يا جدع، اللي هو الهايبو انتنسيتي اللي حوالين الليجن دي بتاعت الماكروفاج. يعني افنى عليها ساعات من الريسيرشرز، يعني شغلهم والكلام برضو شكله ايه، متقيف. فكذلك احيانا في الديفيوجن برضو بيحصل، يعني في الديفيوجن ويتنج، يعني او في الماتشنج ما بين الديفيوجن وما بين مثلا حاجه زي الانتجريتي بتاع، او الانرجي ستاتس بتاعت التيشوز، او الصوديوم بوتاسيوم انتجريتي. لا، منهم على فكره، منهم المثال القوي والصارخ الستروك. الستروك ما بيحصلش لسبب ما، يعني لسبب ما بيحصل ديفيوجن ريستريكشن، بس وقتها، يعني وقت ما حاصل الديفيوجن ريستريكشن ده، ما فيش ريستريكشن للووتر مولكيولز بالشكل اللي هو باين يعني. فلا، مش بالضروره يعني. تمام يا دكتور محمد، شكرا تمام. لكم. احنا ممكن نعيدها تاني كم مرة، كذا مرة يعني. هي رخمة وصعبة، بتتنسي، بس هي دي بالذات يعني ليها علاقة قوية، يعني فيها فاكتورز كتير ليها علاقة بالفيزيكس، وبتلخبطنا كتير. على عكس مثلا الفيزيكس بتاعت الفلير، الفيزيكس بتاعت التي 2 ستار والجريدينت ايكو والكلام ده، ممكن خلاص يعني هو بالنسبه لنا خلاص، ده ايه جريدينت ايكو، ده ايه فلير، هو اسمه كده يعني، خلاص بالنسبه لنا ما عندناش فيه مشاكل كتير. بس لاقي في الديفيوجن احيانا يعني، طب ايه البي 0، طب ايه البي بي 1000، طب ايه الاي دي سي، طب دي ارتفكت ولا لا، طب يعني فيها تفاصيل دمها تقيل. فكان يعني مهم ان احنا ناخد فيها بعض العمق يعني، من غير انا حاولت قدر الامكان ابتعد على اي معادلات او اي كلام من دوت. انا برضو مش ما عندناش اساسياته يعني، فمش مش ادفايزبل قوي يعني. في ملخص الكلمتين او الوقت يعني اللي فات، احنا يا جماعه عندنا الديفيوجن دوت صوره يعني، لا مؤاخذه انا اسف في الكلمه يعني، ملعوب في اساسها كويس يعني. ما هياش اكوزيشن عادي، ما هوش زي تي 1 وما هوش زي تي 2 العاديه. دول الاكوزيشن الحقيقي اللي في الام ار اي. اي اكوزيشن تاني بعد الام ار اي معمول عليه موديفيكيشن، بما فيهم الفلير يعني. كل ده معمول عليه موديفيكيشن. الموديفيكيشن بتاع الديفيوجن على مرحلتين، مرحله منه ندخل جريدينت بلس جوه الاكوزيشن بتاعت التي 2 العاديه، المرحله الثانيه انه عمل ماثيماتيكال مانيبيليشن شويه جوه الصوره عشان يطلعها لك بالشكل دوت، ويقول لك المعلومه بالشكل دوت. ففي فاليو برضو مهمه، حكمه الواحد يطلع بيها برضو من الديفيوجن، وما يعني وكل السيكونسز اللي شبهه. اي ادفانسد او نيو سيكونس ما تاخدش منه غير المعلومه بتاعته. بمعنى ايه؟ معنى الديفيوجن ما تاخدش منه الا ديفيوجن ريستريكشن. ما تقولش ده مثلا شكل التيشو هنا ابتدى يتغير شويه بالطريقه الفلانيه، لا، هو بيجاوب على سؤال الديفيوجن بس. بعد كده
هو ظلامي ومليء بالارتفاكتس ومليء بالمشاكل اللي ممكن تلخبطك، فما تعتمدش عليه الا في الديفيوجن. الجريديانت ايكو سيكونسز لو انت بتعملها عشان تشوف مثلا على البلومينج ارتفاكت بتاع الهيموريدج وبتاع الهيموسيدرين ديبوزيشن، ما تاخدش منه الهيموسيدرين ديبوزيشن، ما تاخدش من الـ من الـ من القصاد اللي دول يعني، ما 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 ما, ما تحاولش تستخدمه لاي حاجه تانية. ومثال مشهور على كده على فكره الفلير. الفلير ما تاخدش منه اناتومي، عايز تاخد اناتومي تاخده من التي 1، لان التي 1 هو بيرفلكت التيشو دنسيتي، هو ده الاساسي، هو ده الحاجه المظبوطه يعني بالنسبه للاكوزيشن. فلير بتاخد منه شويه سنسيتيفيتي للباثولوجي عشان الباك جراوند، الباك جراوند بلس، باك جراوند يعني بلسز اللي حوالين التشو بتبقى سبريست شويه، فبتعرف تشوف الاوتلاين بتاعها بشكل افضل يعني. بس في جميع الاحوال عايز تاخد الحاجه الاساسيه تاخدها من السيكونس بتاعها وتاخد منها وبس، ما تزودش عن كده، ما تزودش عن اي تفاصيل تانية. يعني مثلا احنا بناخد منه ديفيوجن، بناخد من الديفيوجن ويتد ديفيوجن ريستريكشن. احيانا لو ركزت شويه تبص تلاقي حاجات هايبو انتنس في الاي دي سي بس مالهاش كورسبوندنس في الديفيوجن ويتد، يا ترى دي حاجه ولا مش حاجه؟ لا يعني، يعني انصرف عن هذا، استعيذ بالله وتنقطع عن كده يعني. ده القصه بتاعه الديفيوجن. انا عارف ان يعني دخول في قصه تانية بالنسبه للسيستس هياخد شويه وقت. تحبوا نكمل يعني ولا ممكن ناخدها للمره الجايه، لان احنا يعني ابروتشنج تقريبا قربنا حوالي على ساعه. تحبوا نكمل شويه ولا نكتفي بده النهارده؟ يعني لو مثلا احنا يعني لو في حد حابب انه يعني نبوز ودماغه قفلت على كده، ممكن مثلا لو يرفع ايده او يريز هاند، يبقى كده احنا يعني هوقف، يعني هوقف 3 4 ايدين يعني مش هكمل. اتنين تلاتة واحد كمان، لو حد رفع ايده كمان. دكتور عبد الحميد تفضل. طبعا تفضل. وعليكم السلام. هو حضرتك دلوقتي بالنسبه في عينين كلينيكالي ستروك بس ما يبانش في الديفيوجن، ده هم قالوا لنا ان ده كلها الستروك بتبقى بنمر. الستروك الستروك اولا واخيرا هي كلينيكال دياجنوست، عشان كده حتى في مراكز كبيره بتاخد الديسيجن بتاع التي بي اي على السي تي وفقط. يعني حتى اللي هو يقول لك طبعا انا لسه مش هعمل اكوزيشن عامل ده، هو الكلام على السي تي. الستروك احنا بدايه الكلام طبعا هو كلينيكال دياجنوست. في فرص انه يكونش في ديفيوجن ريستريكشن ويكون في فعلا اكشوال تي ستروك، ده طبعا موجود. ديبند على سايز، ديبند على اكوزيشن بارامتر، ديبند على السايت بتاع الستروك نفسه. احيانا مثلا حاجات زي البوستير فوسا احيانا في مناطق معينه ما تبانلكش. وتعيد الفحص ممكن تطلع، يعني تعيد الفحص مثلا بعد يوم ممكن تبتدي تلاقي تيشو تشينجز. هل السؤال اللي بقى الاعمق شويه، هل لو انا غيرت الويتنج بتاع الديفيوجن اللي انا جبته، يعني انا كنت دلوقتي كنت عامله على 1000، لو انا عملته على بي 3000 كان ممكن يبان؟ والله ممكن. ممكن. هل لو انا عملت الديفيوجن يعني ان هو في موديفيكيشنز كتيره ممكن تتعمل عليه، فهل لو انا غيرت حاجه منهم، هل انا لو اكتفيت بال3 دياجونال اكسيز او 3 اكسيز الكبار، هل ممكن نغيره؟ هل ممكن يحصل؟ هل ممكن الصوره تبان؟ ممكن برضو يعني، بس وممكن ما تبانش في الاخر، في الاول وفي الاخر ما تبانش خالص، بس في جميع الاحوال ده ممكن يحصل. ومكتوبه وليها نسبه، يعني هو بيبان بسيرتن بيرسنت، بنسبه عاليه بس بسيرتن بيرسنت بتبان في الاول، وفي بعض الستروكس ويل دوكيومنتد انها ما بتبانش، بالذات بتاعت البوستير فوسه وبالذات الحاجات الصغيره يعني، ده تحديدا يعني. وبعد كده يخش بقى تفاصيل الانتنسيتي بتاعت الاسكانر اللي انت مستخدمها، والبلس سيكونس اللي انت اخترتها تبقى هي الستاندرد بتاعت الديفيوجن بتاعك. شكرا. تمام يا دكتور. احنا هنمسك العصايه من النص. انا هتكلم على دخله بسيطه جدا على الايفالويشن بتاع السيست اللي ريليفنت فيها موضوع الديفيوجن، ويبقى احنا كده ايه خلصنا النهارده، ونعيدها تاني من بطريقه متوسعه شويه. نبتدي بخمس دقائق بس نرجع نعيد موضوع الديفيوجن ايمجينج يعني، ونجيب عليه امثله حتى على الكلام اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت،
وبعد كده نكمل في بقيه السيستم، لان هي بصراحه برضو الكلام بتاع الكومن اللي هم الثلاثه الكبار، الثلاث تشخيصات الكبار دول، من الحاجات من السكيلز المهمه اللي انت تبقى عارف تفرقهم، لان هم برضو يعني ليهم ريليفنس في البراكتس وبيتشافوا يعني. فهو في الاخر يعني مش هتكلم في تفاصيل دي كتير، بس خلينا هناخد دول من باب ان ده مثال احد الامثله على ازاي الديفيوجن، استخدام الديفيوجن في بعض الحالات وفي بعض الحاجات زي مثلا الايفالويشن والانتراكرينيال سيست بيفرق معاك كتير يعني. دول الثلاثه الاساسيين اللي كنا هنتكلم عليهم. هنتكلم على تفاصيل الايفالويشن، الفيجواليزيشن، الفيجوال ثينكينج او نون فيربال لوجيك، كلمه اللي انا لسه متعلمها قريب، ازاي يعني هبص على ايه، ايه اللوجيك اللي هفكر بيه عشان اعرف ايفالويت اوصل في الاخر ل فورميليشن مظبوط وديجنوستس يعني مظبوط. هي دي اول واحده، دي بتاعه ده الاركنويد سيستم. كويس، احنا مش هناخد اي تفاصيل فيها النهارده خالص، احنا بس هنخلينا ناخد شكلها، شكل الليجن في التي 1. هو هنا واخد الاركنويد سيست، لو واخدين بالكم هي واخده في التي 1 واخده نفس السي سيف سيجنال، هي دي نفس السيجنال اللي موجوده حوالين السب اركنويد سبيس بتاعه السيسترنز مثلا، اللي هي اللي حوالين البرين ستيم مثلا، وهي نفس السيجنال طبعا اللي موجوده في التي 2 في المنطقه ديت، هي نفس الويتنج اللي هنا. ده الفلير بتاعها اللي على الشمال، وده الديفيوجن بتاعها اللي على اليمين. فالديفيوجن ماتشز السي سيف سيجنال اللي موجوده حوالين البونز هنا، وهي هنا، والباقي ده على فكره ده بون، بس هو كله في الاخر طالع هايبوتنس، بس مش قضيتنا يعني. بس هو في الاخر ان ما فيش ديفيوجن ريستريكشن في المنطقه بتاعتها. ده سيستيك ليجن، بس سيستيك ليجن انترنسيك، خلينا نتكلم عليه المره الجايه يعني. ده سيستيك ليجن موجود في البوستير فوسه، كويس، يكاد يشبه الجاينت سيسترنا ماجنا، بس هو مش جاينت سيسترنا ماجنا يعني، هو ده تي 2 اللي كشفه الفلير الديفيوجن عفوا. هنا في ديفيوجن ريستريكشن قوي في المنطقه ديت، المنطقه اللي هي تشبه السيسترنا ماجنا، وده ابيدرمويد سيست. اهم ديفرنشال ما بين الابيدرمويد وما بين الاركنويد سيست هو الديفيوجن ريستريكشن. الفلير الاركنويد سيست فولوز ذا سي سيف سيجنال وما فيهاش ديفيوجن ريستريكشن، الابيدرمويد سيست في ماركت ديفيوجن ريستريكشن، وده اللي بتفرق فيه الابيدرمويد عن الاركنويد سيست. السيستس الثلاثه بصراحه يعني بشكل عام، خلينا برضو ناخد المعلومه دي، وده نفس العيان، بس دي هنا ويل اوتلايند، ودي فاليو ثانيه، لان اي ماس ليجن ايا كان، او اي ليجن اكستندنج على مالتيبل بلينز، لازم تبص على كذا اناتوميكال بلين. ما ينفعش ما تبصش على بلين واحد، او ما ينفعش تبص على بلين واحد عشان وتكتفي بكده يعني. فبقيه الافلام اللي انا كنت شخصيا كنت زمان بعتبرها يعني اسراف واختزالها على اي مهمه، ان هنا ما تنفعش جاينت سيسترنا ماجنا خالص، دي ليها وول، والوول ده مش انهانسنج بالنسبه للفيلم البوست كونتراست يعني. وده وكمان لو الفحص ده ما طلبش، تخيل الفحص ده ما طلبش من غير ديفيوجن، وانت ما بصيتش على السجل وكان جاي لك من غير تقرير، هتفوت الكلام ده كله يعني، ولا هتبص ولا هتاخد بالك منه. فصعب يعني الحاجات دي. مهم ان الايفالويشن او طريقه التقييم تبقى متكامله عشان تبقى واقف على ارضيه سليمه يعني، وتبقى انت بتوثق يعني من الكلينيكال راديولوجيكال ماتشنج بالنسبه للمريض بتاعك. عايز اوريكم حاجه اللي هي الثالث سيست، الثالثه اللي هي الديرمويد سيست. الديرمويد فيها فات كونتنت عالي قوي. الفات دي بس يعني نعرفها وخلاص، يبقى كده خلصنا النهارده يعني. الفات بيبان في السي تي هايبو انتنس زيه زي الهواء، كويس. فدي لو واخدين بالكم جيت بلاك، يعني اسود من السي سيف فات، ودي تشوفها في التي 1 تلاقيها هايبر انتنس مش هايبو انتنس. ده السيست دي رابشرد، وده كذلك هنا، ده مش بلود، ده هايبر انتنس فات سيجنال في الـ T1. فهو الـ T1
هايبر انتنس ليجنز يا اما بلاد يا اما فات، وده فات وهنعرف تفاصيلها اشمعنى ده يعني اشمعنى العيان ده يعني يبقى هيبقى يعني فات مش بلاد يعني عشان الـ يعني من القعده اللي جايه باذن الله. وده شكل الابيدرمويد في السي تي اللي واخدين بالكم، هو واخد هو سلايتلي هايبو انتنس يعني اغمق شويه من السي سيف سبيس، بس شكله يعني هايبر لس يعني مور هايبر دنس عن السي سيف وهايبو انتنس شويه عن البرينكما بتاعت البرين. ده ما يتغلطش فيه مثلا مقارنه بده، ده جيت بلاك اسود خالص، ده ديرمويد ده فات. الابيدرمويد بياخد سيجنال اعلى شويه من الديرمويد بالنسبه لل بالنسبه للسي تي على مستوى السي تي، ولو عملت له ام ار اي مش هيبان هايبر انتنس زي الديرمويد سيست. خلينا نكتفي ده النهارده، بس هو السيست دول بشكل عام الثلاثه معتمدين هم كتير بيطلعوا incidental findings وما بيطلعوش ما بيطلعش فيهم او ما بيعملوش symptoms relevant الا لما يكونوا في مكان symptomatic. يعني الاركنويد سيست عاده هي موجوده في الميدل كرينيال فوسا معظمهم، والمنطقه دي سبيشس كده وكبيره وما بتعملش مشاكل. هو نفس الاركنويد سيست لو راح عند السي بي انجل وعملت سابقه يعني وكانت برضو وهي اركنويد سيست نفس البناين دايجنوزس، هجيب كرينيال نيوروباثي وهيبقى العيان ده محتاج تدخل. يعني هيبقى في الاخر كمان يعني هي بالرغم انها بناين سيست بس برضو السيست لازم تتشال، الراجل ودنه راحت فيعني ما لازم تتدخل في الاخر. كذلك السوبرا اللي هو السي بي انجل سيست يعني اماكنهم اللي ممكن تبقى سيمبتوماتيك اكتر في السي بي انجل وفي السوبرا سيلر سبيس، واخيرا عند الكرينيو سيرفايكال جنكشن. دول المناطق الثلاث مناطق دول ريليفنت للسيمبتومز وكمبريسيف ويعملوا مشاكل. فايا كانت واحده منهم اي سيستم من الثلاثه دول او ايا كان السيستم الموجوده هتبقى هاي بي سيمبتوماتيك وهيبقى الانترفنشن فيها وجب مقارنة بالحاجات اللي في الكونفكستي أو في الميدل كرينيال فوسا تكبر، وحتى لو حجمها زايد مش هتفرق معاك كتير، نادراً ما بتعمل سيمبتومز، نادراً جداً ما بتعمل سيمبتومز. والحالات اللي هي ريكوردت في الكهورتس الكبيرة قوي اللي كان فيها يقول لك ده أركنويد سيست بس كان سيمبتوماتيك، يقول لك مثلاً إيه هي كانت incidental finding مثلا بيقولك في حوالي 1-2 في الألف مثلا، من دول من الواحد في الألف دول المجموعة دي لما تبص عليهم يقولك مثلا كان مش أكتر من 20% منهم كانوا symptomatic. symptomatic دول مهماش إيه مهماش متوزعين بشكل عشوائي، اللي موجود في السوبرا سيلر سيسترن اللي موجود في CP angle هو ده اللي كان symptomatic، اللي موجود في الكونفكسي ده كلام يعني يكاد يكون قليل قوي، فرصة إن الأركنويد سيست تعمل سيجرز برضه قليلة قوي. طبعا يزيد على عن الأركنويد سيست الإبيدرمويد والديرمويد لما يبقوا complicated طبعا العيان هيجي بسيمتومز ليه علاقة بمثلا كان الكيميكال مننجايتس أو إذا كان بكرينيال كومبريشن كرينيال نيرف كومبريشن أو كده يعني. هنوقف النهاردة كده، كفاية عليكم الدوشة بتاعت الديفيوجن، وناخد الإيفاليويشن بتاع السيست بطريقة منظمة يعني وبطريقة مور ديتيلد إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. لو في اي اسئله انا معاكم يعني تحت امركم. اكيد يا دكتور مصطفى، هو هل الاركنويد سيست ممكن يكون سيمبتوماتيك او محافظ ولا هو دايما براين يعني ما بيعملش سيمبتومز؟ ما انا بقول ايه يا دكتور ياسر؟ بص يا جميل، يعني انا لو سايز بس يعني لو سايز بس سيمبتوماتيك ليها علاقه باللوكيشن والكومبريشن، ملهاش علاقه بالبيهيفير الانترنسيك بيهيفير بتاعها شخصيا. يعني هي في حد ذاتها ما هياش باثولوجي ديستركتيف، بس على حسب اللوكيشن وعلى حسب اللوكيشن بتاعها بتكون ليها سيمبتومز او ملهاش. نسبه قليله قوي منهم بتبقى بروجريسيف، نسبه قليله قوي قوي، عدد محدود جدا منها اللي كان بروجريسيف، بس البروجريشن برضو هيكون مرده في الاول وفي الاخر على اللوكيشن. يعني لو هو نفس الليجن اللي قدامنا ده بتاع الميدل كرينيا فوسا يعني يكبر زي ما يكبر مش هتفرق كتير. انما لو هو في السوبرا سيلر سبيس مثلا وسوبرا سيلر سيسترن
وضغط على ليكن ايا كان بقى اوبتيك ازمه ولا على اوبتيك نيرف، هيحتاج تدخل وهيبقى ومش هيبقى بناين، وهيبقى العيان عنده فيجوال كومبرومايز حتى لو كبرت حاجه صغيره، يعني هتبقى حاجه صغيره يعني. اظن انا فاكر الحاله في حاله فين 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 اخر حاجه خالص، اخر واحده خالص كانت كده يعني، هي سب اركنويد، هي اركنويد سيست، اركنويد سيست صغيره جدا هي ديت، لينا نبص عليها، هي صغيره خالص اللي هي هنا، بس هي سيمتوماتيك يعني، هي عملت كرينيال نيروباثي، فالعين اشتكى مع انها صغيره خالص، بس هي ديبندز على اللوكيشن بتاعها. طبعا اصلا بسال يعني، عشان الابروتش بتاعنا دايما في لما نلاقي اركنويد سيست ان احنا بنعمل ري اشورنس ونقول البيشنت ده مش هيعمل حاجه والكلام ده. بس كان ده في صحيح. حد كان في كان في كان في جراح قال للعيان ان هو ممكن هو السبب مثلا في سيجرز بتاع البيشنت او كده، فكنت يعني ايه متشكك في الموضوع ده، وكان اصلا كنت يعني برضه حضرت سيشن لحد راديولوجي وكده يعني، قال ان المشكله ان ده بيبقى ايرور بيقع فيه الجراحين ساعات، ان هو يفتكر ان السيست ده هو اللي عامل سيمتومز، وفي الاخر بيطلع تمبورال يعني ميزيال تمبورال سكلروزس، ما بيبقاش السبب الرئيسي ان السيست نفسه. فبيقول ان دي بتلخبط قوي. هو في كومن سنس ان الواحد ممكن يفكر ان الديفلوبمنتال ايشو اللي عمل الاركنويد سيست هو نفسه قد يسبب epileptogenesis بشكل او باخر يعني، انما البروبابيليتي ان يكون اركنويد سيست نفسها epileptogenic يعني كانت نسبتها قليله قوي. انا فاكر كان يعني الريفرنس اللي اعتمدت عليه يعني كان مثلا من نسبه لا يعني كانت مارجنال جدا يعني، كانت تكون قريبه من النورمال بوبيليشن، اعلى شويه صغيره جدا من النورمال بوبيليشن في probability of the of having a seizure in the first place يعني، بس اعلى شويه، بس هي موجوده، بس الدرجه قليله قوي، ما كانتش لدرجه كبيره يعني. واتوقع ان ممكن يعني توقعي يعني شخصي يعني ان غالبا هفكر ان يكون في باثولوجي عمل الاثنين، او مش باثولوجي قد ما هو ديفلوبمنتال ايشو يعني عمل الاثنين قد زي وده كان اسوشيشن اكتر منه كوزيشن. طيب شكرا. طيب دكتور محمد معلش، حته نرجع بس ثانيه حته الفلي والاي دي سي، حضرتك قلت انه لو الليجن في البوستيو فوسه ممكن ما يبانش في الـ في الـ في اس في الديفيوجن، طيب لو انا عليت البي فاليو هل ممكن يبان، اللي هي لما تبقى بي 3000 مثلا ممكن ساعتها الليجن يبان، ولا دي ما تفرقش معايا او ما تبقاش سيجنيفيكانت نظريا؟ اه ده هيفرق نظريا، اه ده هيفرق. بس خد بالك، انت بتعلي البي فاليو بتعلي السنسيتيفيتي بتاعت الديفيوجن ان ديتكت الليجن، فاحيانا يبان لك حاجات اصلا طبيعيه وتبان لك انها هايبر انتنس، فانت تبقى برضو مايندد بدوت يعني، برضو دي حاجه بينك وبين الراديولوجيست زميلك، بمعنى ان انت مثلا لو انت هتعمل اكوزيشن على هاير فاليو هتبقى انت برضو محتاج تماتش حاجه معينه، انت بتبص على منطقه معينه يعني، انت لو شايف مثلا شايف بيد عنده لاترال بلاتيلي سيندروم، فلو ديفيوجن ما حصلش في الحته بتاعه الاوبن مضله مش هفكر في لا هقول ان ده مش ممكن يعني، لو حصل هايبر انتنسيتي في اي حته تانية ممكن اكبر دماغي منها، بس هبقى منشن قوي يعني، اخليه ماتش كلينيكال يعني بالظبط. تمام، شكرا لحضرتك جدا. تسلم. في سؤال محمد بس بعيدا عن يعني الموضوع شويه، هو في بالنسبه للحالات اللي بتبقى جايه يعني ببرايمري امبتي سيلا ترسيكا، عشان انا شفت كذا حاله بالمنظر ده، هو بيكون عامل رنين لاذر كوزز وبعدين بيبقى كاتب في الريبورت ان هو بيبقى فيه برايمري امبتي سيلا ترسيكا وبيبقى ما فيش اي اذر فايندنجز سجستيف للبناين انكريز انتراكرانيال تنشن زي مثلا التورشواستي اوف ذا اوبتيك نير أو الكابينج أوف ذا أوبتيك ديسك أو كده، وبيبقى الفندس بتاعه يعني نورمال مفيش بابليديما أو كده. فبالنسبة للحالات دي يعني حضرتك بشوفها كتير، المانجمنت مثلا الفيرزر الحاجات اللي ممكن يعملها، ولا دي أكسيدنتال فايندينج ممكن ألاقيها يعني باي أكسيدنت يعني؟ هي موجودة
وفي كمان يعني اقول لك ايه، يعني احيانا بيبقى او على الاقل دي انا شفتها في الفتره اللي شغال فيها في انجلترا، يعني ان الكروس توك ما بين الراديولوجي والنيورولوجي كتير. فتبص تلاقي دكتور الراديولوجي بيقترح دوت، يعني بمعنى ان العيان مثلا كان ريفيرد فور سيرتن كوز، مثلا زي يكون ديزنس مثلا، فيقوم هو رافع علامه استفهام، يا جماعه ده في امتي سله وفي دايليتد سيسترنال سبيسز الفلانيه ولا العلانيه، فانت ايه رايك، هل السيمبتومز دي كونسيستنت مع الاي اي اتش عندك ولا لا، يعني هل الدايجنوز ده ريليفنت ولا لا. والحقيقه ان المسز اكتر من الاكشوال بيك اب، يعني فكره ان العيان يطلع عنده تشينج راديولوجيكال تشينج وما يبقاش اي اتش اكتر من العكس. وهو الاجابه البديهيه للسؤال ده بصراحه، يعني هو الاي اتش اصلا كلينيكال انتيتي وليها بعض الراديولوجيكال فايندينج، والراديولوجيكال فايندينج inconsistent ولا يعتمد عليه في التشخيص اصلا. يعني انت لما تلاقي مثلا دايليتد اوبتيك نيرف شيس ولا فلاتنينج بتاع الاي جلوب ولا الامتي سله، الكلام ده مش بالضروره بيحصل مع كل العيانين، بعض العيانين بيبقى عندهم وبعضهم لا، ولا يكفي للتشخيص، والعكس كذلك برضو لا يعتمد عليه في التشخيص. فالامتي سله تطرح السؤال ولا يعني بس ما تفترضوش وما يستحقش ان العيان يتعمل عليه بانكشر ما لم يكن العيان عنده كلينيكال انتيتي محترمه. يعني انا مصادفه كنت لسه بكلم حد من الكونسلتنتس على النقطه دي النهارده، وكان الكلام ايه، ان الـ يعني ان الـ في الاخر يعني الاجريمنت كان مننا ان هو حتى لو هي اي اتش هو اوحش حاجه هيتوصل لها ايه، ان العيان عنده اوبتيك كومبرومايز، دي المشكله اللي احنا بنخاف منها. فانت لو عملت له فيجوال فيلد والفيجوال فيلد بتاعه كويس، ما انتش محتاج تعمل اي حاجه تانية، ان حتى لو هو يعني مفيش حاجه تانية، وما لم يكن هيبقى البلان في فولو اب على سيمتومز، والسيمتومز دي لو حصلت هتري ايفالويت البلان تاني وخلاص. بس انا انطباعي الشخصي يعني واصيب واخطئ يعني ككلينيكال اوبينيون، الراديولوجي لا يعتمد عليه في الايجاب ولا السلب، لا في اقتراح التشخيص ولا في تاكيد التشخيص بالنسبه للاي اتش خالص. في شويه اسوشيتد فايندنجز، يعني هو الراديولوجي يا بيكونفيرم الدايجنوزس او بيستابليش الدايجنوزس، يا بيسجست الدايجنوزس، يا بيبقى اسوشيتد فايند، دول الثلاثه. يعني اما هو مثلا ستروك فديفيوجن ريستريكشن واضح تريتوريال ويدج شيد خلاص، والعيان مثلا كان اصلا كان سايلنت وكان كنا فاكرينه انكفاليتك، فلما عنده شويه لانجوج فلقينا ويدج شيد انفكشن فخلاص ده انفكشن، ده كونفيرم الدايجنوزس. في الترناتيف انه يسجست دايجنوز، زي مثلا انك تلاقي ايرلي كافيتيتنج مالتيبل سيست، فتقول ان ده يا جماعه ده تي بي، الحق اعمل له اللي هو تي بي الي سبوت اللي هو الكوانتيفيرون مثلا، او تعمل له سبيوتم كلتشر فتشخص، فاقترح التشخيص، فانت في الاخر عملت كونفيرميشن للتشخيص. وفي حاجه ثالثه اسمها اسوشيتد فايندنجز، يعني في حاجات في دايجنوستيك انتيتي معينه وبيبقى معاها associated radiological changes، دي مشاهدات لا تتعدى كلمة مشاهدات. أنا رأيي الـ IIH findings مشاهدات مع عيانين الـ IIH مش أكتر من كده، لا تتعدى كلمة مشاهدات. المشاهدات دي لا تحل ولا تربط، يعني لا تأكد التشخيص ولا تنفي التشخيص ولا تقترحه لو الكلينيكال بتاعه مش موجود. وانا الفاندس عملت له كان البيشنت ده يعني كان نورمال، بس هل اعمل له مثلا فيجوال فيلد او مثلا بيتيوتري هرمونز في يعني اشوف الليفلز، ولا ده مش يعني مش النيد طالما هو مش كومبليننج من اي حاجه؟ في اصل في مقوله مكتوبه في كتاب سحر اسود في كتاب النيورولوجي، لكن احيانا في نسبه معينه من العيانين بيبقى عندهم انتربتد اوبتيك نيرف شيس فما يبانش البابليديما، بس لو البابليديما ما بانتش الفيجوال فيلد لازم هيبان، والفيجوال فيلد مور سنسيتيف، التشنجز بتاعته بتبقى مور سنسيتيف وعندك اساس تعرف تعمل عليه الفولو اب بتاعك. فانت اقتراحا مني برضو ده اوبينيون، ما هوش يعني ما هوش حاجه سوليد ريكومنديشن، بس انا الفيجوال فيلد حاجه ثابته وهيبقى ريكورد مع العيان وتعرف تقارن عليه بعد كده. تمام يا باشا، شكرا جدا. ومور سنسيتيف احيانا ممكن ما تبقاش فيه بابليديما، بس يبقى فيه ايه، يبقى فيه اسمه ايه، يبقى فيه فيجوال فيلد تشنج. تمام، شكرا جدا دكتور محمد، ربنا يبارك فيك. تسلم يا روك. احنا يعني النهارده ان شاء الله كده، ان شاء الله يا رب الاسبوع الجاي نكمل الفيس. ويهمني الفيدباك بتاعكم، هل القصه صعبه شويه، هل لسه قصه الديفيوجن صعبه شويه محتاجه تبسيط اكتر من كده شويه، ولا شايفين الموضوع مقبول؟
هنشغل حاجة يبقى مقبول. كويس متشكرين. كويس خلاص. خلاص نشوفكم إن شاء الله يا رب الأسبوع اللي جاي. ولو في أي حاجة أنا يعني سواء المسجنج على على الواتساب أو على الفيسبوك أو على الجروب أنا تحت أمركم يعني إن شاء الله. ونشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. متشكرين يا دكتور هيثم، كتر خيرك كتر خيرك. Thank you.